القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الأزهر ومجلس الكنائس، القانون لمواجهة الفتنة في المنيا. مصر للطيران تجتاز تفتيشات الإيكاو. مسيرة بالشموع والزهور لتأبين ضحايا الطائرة. وإحالة 120 موظفا إلى النيابة في قضايا فساد. وإليكم تفاصيل النشرة. إعلاء دولة القانون، هذا ما طلب به مجلس كنائس مصر تعقيبا على حادث المنيا. من جانبه أوضح الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاس أن الأحداث بدأت بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، موضحا أن المواطن أشرف عبد عطية تعرض للتهديد فترك القرية، بينما قام والده ووالدته بعمل محضر يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات. وبالفعل قامت مجموعة يقدر عددها ب300 شخص بالتعدي على 7 منازل وجردوا سيدة مسيحية مسنة من ثيابها، بينما تم القبض على عدد من المتورطين في الواقعة. هذا وأكد الأزهر الشريف أن أبناء مصر نسيج واحد، لا يجب أن تؤثر فيه أفعال أحد الناس ممن لا يحكمون عقولهم عند نشوب خلافات قد تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، مؤكدا رفضه وإدانته لكل صور الإهانة والاعتداء دون النظر إلى معتقد المعتدي أو المعتدى عليه ومهما كان سبب الاعتداء، مؤكدا ثقته في أن الجهات المعنية ستقوم بإعمال القانون على الوجه الأكمل. إشادة دولية بالطيران المصري، فقد أكدت الشركة القابضة لمصر للطيران أن مركز تدريب مصر للطيران اجتاز بنجاح تفتيشات المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو، موضحة أن التفتيش تضمن تقييم معايير الجودة الخاصة بالعناصر البشرية وكفاءة المحاضرين وخبراتهم للوقوف على مدى جودة الدورات التدريبية المقدمة. وأشادت الإيكاو بالعملية التدريبية والمنظومة عالية الجودة التي يتبعها مركز تدريب مصر للطيران والتي تتطابق مع المعايير التي أقرتها الإيكاو في هذا الشأن. هذا ونظمت القوى السياسية والوطنية مسيرة بالشموع وزهور تحت عنوان معا من أجل الحياة، بالتزامن مع مرور أسبوع على حادث الطائرة المصرية المنكوبة، وهي المبادرة التي أطلقها الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360 على فضائية القاهرة والناس لتأبين ضحايا الطائرة من المصريين والأجانب. وقد شارك بالمسيرة العديد من المسؤولين والمثقفين والفنانين والإعلاميين والعاملين في مصر للطيران. محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، فقد أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إحالة 220 موظفاً بالقطاعات الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة والإدارية لاتهامهم في 95 قضية اختلاس وإهدار للمال العام والتربح الوظيفي، موضحاً أن إحالة تلك الوقائع إلى النيابات المختصة جاءت بعد إجراء تحقيقات موسعة من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة. مشاهدينا، إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات إخبارية جديدة.